مساء الخير على كل جمهور الأهلي، مساء الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي. بعد الحديث الجميل بين الأستاذ محمد الجندي والكابتن الكبير العظيم الكابتن فتحي نصير وحديث عن كرة القدم، دلوقتي نستكمل الحديث مع نجم آخر، نجم من الألعاب الأخرى، نجم كبير، نجم تربى جوه النادي الأهلي، جوه جدران النادي الأهلي، عاشق للنادي الأهلي منذ الطفولة، نعتبره من جماهير النادي الأهلي، نعتبره اعتبارات كتيرة. تقدمته تقديمة صعبة جدا لأنه هو ماشي في الطريق بيشور النادي الأهلي، بيحب النادي الأهلي رأسا وعقبا، كابتن الفريق أو من أحد كباتن الفريق دي في كرة السلة، نجم كبير، نجم عظيم، الجماهير كلها الأهلوية بتعشقه لأنه متواصل تقريبا مع كل الجماهير الأهلوية. معانا ومعاكم كابتن مودي الجرحي في أول ظهور تلفزيوني لي. كابتن مودي مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، أنا طبعا يشرفني أن أكون مع حضرتك النهارده والله في أول ظهور ليا، ممكن يكون في حياتي أصلا، فدي حاجة تشرفني جدا. ما صدقتش أن ده هيكون أول ظهور ليك في حياتك، بس أحلى حاجة أن أول ظهور يكون على قناة الأهلي. طبعا والله أنا ممكن أكون الحتة دي ممكن يعني بكسة شوية فيها مش بحبها قوي بصراحة، بس طبعا لما عرفت أن حضرتك موجود والله ما ترددتش يعني الحمد لله جيت معاك. انا سعيد جدا جدا ان انت تكون معايا النهارده، نجم كبير، نجم عظيم، فعلا اثريت ملاعب كره السله بناس الجماهير بتعشق مودي الجرحي. تقول لي الجماهير العظيمه دي؟ والله كنت خير حضرتك زي ما حضرتك عارف احنا في النادي الاهلي انا متربي وعندي مثلا 30 3 جوه النادي الاهلي بالظبط، فالحته دي بتبقى عند جمهور النادي الاهلي في حتى يعني حته زياده كده للي بيتربى جوه النادي، حتى هو بيقول على اي حد في الحته دي ابن النادي بالظبط. فانا ما كنتش بتعامل ان انا لعيب باسكت خالص، انا طول عمري كنت بتعامل ان انا يعني مشجع درجه ثالثه في النادي الاهلي بروح الماتشات وانا عندي 7 8 سنين. دي حقيقه، كنت طول عمري مثلا دوري الكوره بالنسبه لي اهم من دوري الباسكت حتى بقى يعني بتاعي انا شخصيا، فالموضوع كان بالنسبه لي اكني واحد من الجمهور، عشان كده ممكن يكون الحته دي جت يعني الحب ده عن طريق الحته دي يعني. كابتن مودي لما بدايتك كانت في نادي باسكت ولا كان بدايتك كره قدم؟ لا انا كنت بلعب يعني وانا عندي 8 9 سنين بلعب باسكت كويس. رحت اختبرت كوره كويس ونجحت على فكره في الكوره وساعدوا لي مع مواليد اكبر مني بس انا ما كنتش يعني انا كنت بلعب باسكت وعمري بحبها يعني عشان اختي واخويا كانوا بيلعبوا، بس فقلت خليني في ايه في اللي اعرفه يعني لو رجع بيك الزمن لورا ترجع تلعب كره قدم؟ بس انا بحب الباسكت برضه بس يعني بحبها جدا، بس طبعا الكوره حاجه تانية، بس الباسكت انا بحبها طول عمري صراحه وانا عندي 7 8 سنين يعني. كابتن مودي قول لنا دخلت ملعب كره السله ازاي؟ وصلت ازاي لملعب كره السله؟ والله كابتن خالد هو الموضوع كان اختي كانت هي الوحيده اللي بتلعب باسكت فينا، بعد كده احمد دخل بعديها، انا كنت بروح كده عيل صغير يعني في النادي بقعد اعمل دريبل بقعد اتمشى في النادي بقعد اشوط على الباسكت، كنت لسه عيل صغير يعني. ففي ساعتها احمد كان ماسكه مدرب كابتن سامي مصطفى طبعا اللي مربيني تمام، فهو يعني شافني حتى كده كان بياخدنا يمرني معاهم وخلاني العب ماتش وانا عندي 7 سنين مع فرقه احمد هو اكبر مني بست سنين، خلاني والله 13 سنه وانت عندك 7 سنين خلاني دخلني غصب عني دخلني ماتش غصب عني فمن الحته دي من ساعتها بقى يعني حسيت ان انا ممكن اخش في الباسكت، فالحمد لله دخلت يعني من ساعتها في الباسكت الحمد لله. كابتن مودي الجرحي دلوقتي طبعا الباسكت حاجه مختلفه، الجماهير ليك علاقه بيهم قويه جدا، علاقه حب وعلاقه وطيده، لكن فرقه كره السله في النادي الاهلي اخبارنا ايه الموسم ده بعد الانضمامات الكتيره اللي حصلت لفرقه الاهلي؟ والله يا كابتن خالد انا بشوف فرقه الباسكت السنه دي ان شاء الله احنا يعني ناويين باذن الله باذن الله نعمل اللي علينا، طبعا انا مش بقول لحضرتك ان احنا هنكسب كل البطولات، احنا هنموت نفسنا في كل البطولات، الناس لازم تبقى فاهمه بس ان الباسكت غير اي لعبه ثانيه، الباسكت المنافسه فيها كبيره جدا حتى في افريقيا وفي العرب في كل حته، الباسكت الناس يعني الناس كلها بتلعب باسكت، احنا السنه دي جبنا 4 صفقات غير المحترف كويس. طبعا صفقات كلها كبيره طبعا وطبعا بس خلي بالك 4 صفقات ومحترف محتاجه تجانس يعني ماتشات كتير عشان يخشوا في وسط الفرقه، يعني هي القايمه 14 لعيب ولا 15 لعيب فخمسه كتير من على 10، فادينا هو يعني هو حتى الفرقه دلوقتي في تنزانيا كده لسه دي في تصفيات كده في الاول وعندنا بعديها حاجات كتير، بس ان شاء الله بنعود الجمهور ان احنا السنه دي هنموت نفسنا عشانهم يعني. طب قول لنا لو رحنا لتنزانيا ورحنا للتصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الانديه مظبوط، احنا كنا اخر بطوله انديه احنا واخدينها ولا خدنا الافريقيه؟ لا احنا خدنا واحده بعد كده راحت تونس مره بعد كده دي بقى اللي بعديها دي اللي بعديها. طيب قول لي احنا التصفيات دي هتاهلنا لايه للمرحله اللي جايه اللي هي؟ ما حضرتك بص هو التصفيات دي هتأهلنا، هو لسه الاتحاد الافريقي ما استقرش هيعمله بالنظام القديم ولا النظام الجديد، لو نظام قديم يبقى زي البطوله احنا الحمد لله كسبناها تمام اللي هي دوره مجمعه بيجيبوا فيها كل الفرق كويس، لو نظام جديد سمعت ان هو عايزين يعملوا زي الكوره رايح جاي يعني يعمل رايح جاي لغايه الاخر يجمعوا 4 فرق يعملوا فاينل فور. هل الفرق الافريقيه عندها الموارد الماديه؟ عن النادي الاهلي اعتقد ما فيش مشكله، لكن هل الفرق الافريقيه عندها الموارد الماديه هتصرف على الباسكت؟ ما هي دي الحته بقى اللي هم لسه بيشوفوها، يشوفوا سبونسر ياخد الفرق كلها
ياخدهم. احنا بس لازم نقول لجمهورنا احنا لعبنا ماتشين، ماتش مع بالزبط. تنزانيا وكسبنا 91-35، والماتش الثاني مع فريق الاثيوبي وكسبنا 113-36. الفرق كبير قوي يا كابتن. ما هي المفروض تصفيات المونتير خمسه هي مش قويه صراحه. بس هو في فرقتين جامدين جدا طبعا، في سموحه من مصر فرقه جامده جدا طبعا وهتنافس السنه دي في مصر، وفي فرقه من رواندا، يعني في فرقه من رواندا برده فرقه جامده جدا برده مجنسه 2-3 امريكان. وممكن في فرقه من كينيا كويسه برده، بس احنا ان شاء الله يعني احسن من كينيا بس ان شاء الله. يعني بس اهلي وسموحه ورواندا هم دول اقوى ثلاث فرق يعني. طب كابتن مودي لازم طبعا الجمهور يعرف ان انت حضرتك ما كنتش مش متواجد مع تنزانيا عشان كان في اصابه حصلت. ايه الاصابه؟ احكي لنا عن موضوع الاصابه. انا بص يا كابتن خالد، بس كويس حضرتك فتحت الموضوع ده، انا عايز اتكلم فيه عشان الموضوع ده من 3 سنين. تمام اتفضل. يعني انا جاي من 3 سنين لما اول سنه كابتن طارق خيري مسك فيها الفرقه كان المفروض اعمل عمليه كده في فتره اكيلس. كويس. فصراحه مجلس الاداره ساعتها خد موافقه ان انا اسافر اعمل عمليه في امريكا. كويس. فكابتن طارق دي كانت اول سنه ليه، فهو ساعتها كان معايا في الفرقه واحد اسمه ابراهيم ابو خضره في نفس المركزيه. تمام. فابو خضره جاله صليبي في نهايه الموسم اللي كابتن طارق جه فيه. فما كانش فيه غير انا وفي واحد تاني معانا اسمه كريم الدشان بيلعب في مركزي ومركز تاني، يعني مش مركزه الاساسي بتاعي. تمام. فكابتن طارق اتكلم معايا ان هو يحاول يشوف علاج، يعني حاجه مؤقته، حاجه جلسات ان انا احاول اجي على نفسي فيها. عشان الموسم اللي انا ما لعبتوش كان هتبقى ايه، هتبقى مشكله في الفرقه. كويس. انا والله العظيم ما فكرت لحظه، انا حتى ساعتها مع اني كنت ممكن اعرض نفسي خطر كبير بالذات في الاكيلس ده، فانا ساعتها يعني خدت مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفرقه على الموضوع ده، ورحت حتى عملت جلسات فعلا، وكنت عندي احساس كده ان ربنا طالما انا هضحي بكده انا حاسس ان ربنا هيكرمني فعلا، مش يعني حاسس ان انا هعمل حاجه في الموسم ده حتى وانا مصاب. كويس. حتى الموسم ده احنا عملت موسم كويس قوي وخدنا فيه الدوري الحقيقه. خدنا الدوري. جينا السنه اللي بعديها نفس الكلام، كل سنه اقول هروح اعمل عمليه وبحس ان احنا السنين دي هنكسب فيها، فانا كلاعب بحس ان مش قادر اروح اعمل عمليه واسيب الفرقه بتكسب كده. انا لو ب 5% من قوتي عايز العب باي طريقه. انا عارف انت ربنا اقول حاجه، حتى في موقف احكي لك. انا عارف انا في موقف حاجه حضرتك السنه اللي فاتت كان في اول التمرين اول فتره الاعداد، وقعت على ركبتي كده وقع، حصل شرخ صغير في رجلي، فكنت محتاج اجبس بتاع شهر، فجبست شهر فعلا، والفرقه كانت بتلعب اول ماتش في الدوري المرتبط، فعندنا مهند صباغ كان معايا اتصاب في الماتش ده، فانا كنت لسه فاجئ الجبس في يوم الماتش، فعقبال ما فك الجبس لازم ااهل شهر بعديها، لازم تقعد شويه عشان ركبتي تبقى خاسه ولازم ما تتنيش وكده. انا عايز اقول لحضرتك ان انا تاني يوم لعبت ماتش، اقسم بالله الكابتن طارق خيري جه سالني قال لي تقدر؟ قلت له والله ما اعرف، انا اول مره في حياتي اتحط في موقف ما كنتش قادر، ما بتنيش رجلي. كلموا الدكتور قال لهم لو ما ينطش بس ممكن يجري. عايز اقول لحضرتك ان انا لعبت ساعتها ماتش سموحه، بعديها ماتشين سبورتنج، بعديها ماتشين جزيره، من احسن ماتشات حياتي، وكسبنا البطوله دي الحمد لله يعني. الحمد لله. فانا الحته دي موجوده فيا. في ناس بقى تقعد تتكلم تقول لك اصل عنده اصابه مزمنه، اصل هو مودي مصاب على طول مصاب. لا انا الحمد لله لعبت في النادي الاهلي 13 موسم 10 مواسم الحمد لله ما فيش اي حاجه خالص. انا كان على الدرجه الاولى الثلاث مواسم الاخرانيين، انا كان ممكن لو انا واحد بفكر في نفسي انا كان ممكن اعمل العمليه من اول سنه. بس انا طبعا اهم حاجه عندي، انا والله ما بقولها كده، اهم حاجه عندي ان جمهور الاهلي شفنا بيكسب، عشان عارف هم الحته دي بالذات تبقى فرقه معاهم جدا ان الباسكت يكسب. فانا حبيت بس اتكلم في الحته دي عشان ما حدش هيقدر يزايد على مودي الجرحي في اهلاويته تاكيد. أنا فاللي يتكلم يعني انت عارف برضو يعني مش لازم اصل كابتن خالد الكلام بيطلع له اصابه مزمنه وهو انا ما اتعالجتش اصلا عشان تبقى اصابه مزمنه، انا ممكن اروح اتعالج الاول اما ترجع لي تاني نتكلم في حاجه زي دي. بس في ناس بقى انت على طول مصاب. لا انا لعبت 13 موسم 10 منهم الحمد لله مفيش اي حاجه. الثلاث مواسم دي انا باتفاق مع كابتن طارق، عشان هو كابتن طارق ناسي ماسك وكمان ايه مهند صباغ نفسه كمان جاله صليبي، يعني من ثلاث سنين، يعني ثلاث سنين كابتن طارق مسكنا منهم سنتين ابن مكرين اللي معايا كل واحد فيهم جاله صليبي. فانا كمان اكيد مش هبيع الفرقه، انا كمان يعني انا ما اتعودتش على كده طول عمري في النادي. انت مستحيل تبيع. يعني والله حضرتك والله فعلا يعني انا لو رجلي هيحصل فيها يعني انا عارف هلعب يعني. طبعا انا متاكد من ده وواثق من ده، بالذات ان كابتن مندو الجارح بيقول لك معجون نادي الاهلي. عشان كده حتى السفريه اللي فاتت دي كابتن طارق اتكلم معايا فيها. قال لك ايه كابتن طارق خيري قبل السفريه دي؟ ما هي المفروض انا هي مش موضوع اصابه، انا كنت عملت الجلسات اللي انا بعملها كل سنه دي. كويس. خلصتها ونزلت التمرين. هو شايف ان احنا في تصفيات افريقيا، بعديها دوري مرتبط، بعديها بطوله حريري، بعديها دوري مرتبط، بعديها بطوله افريقيا، بعد كده كاس، بعد كده دوري، بعد يعني عندنا موسم متلاحم. فهو شايف ان انا لو لعبت كل الحاجات دي وانا لسه ما كنتش لسه جاهز بدنيا برضو اللي هو راجع على طول، فهو بيقول لي انا شايف انا خايف على رجلك وان الموضوع انت تجهز هنا انا احسن لك. هو كانت وجهه نظره كده يعني. فانا اتكلم معايا فانا اتفقت معاه على كده ان انا اقعد اجهز هنا، خصوصا هي الماتشات هناك زي ما قلت لحضرتك هي مش هتبقى قويه قوي يعني ان شاء الله، هو بس هم ماتشين وباذن الله نكسبهم يعني. فانا شايف ان احسن لنا كده وبناء على كلام كابتن طارق يعني عملنا كده يعني. كابتن مودي قول لنا كده لو رجعنا بالتاريخ لورا في تاريخ كابتن مودي الجرحي، ايه احلى بطوله مع مودي الجرحي خدها مع النادي الاهلي؟ انت في الدرجه الاولى طيب؟ طبعا. اصل هي في هم بطولتين صراحه مش بطوله. اتفضل.
ممكن تكون اول بطوله دوري عام خدناها في 2011 دي مع كابتن اشرف توفيق عشان ما كنتش لسه ساعتها خدت ولا دوري خالص، خدت كاس وخدت مرتبط بس كنت يعني الدوري ده بالذات ليه طعم تاني خالص. والدوري في الباسكت بيبقى صعب جدا جدا جدا. هو لازم اقول لك الدوري الباسكت صعب ليه؟ الاهلي، اهلي، زمالك، اتحاد، جزيره سبورتنج، وغير بقى ان في سموحه والجيش كده خمس فرق. سموحه والجيش كده سبعه، والجيش بالظبط. فالموضوع دي حقيقه هو اقوى دوري بره الكوره يعني سبع فرق بالظبط كتير قوي. الطايره برده فرقتين ثلاثه، الهنزول فرقتين ثلاثه، لكن فعلا سبع فرق كتير قوي، المنافسه كبيره. فالدوري بتاع 12 ده كان اول دوري، فده تحس ان هو كان يعني حاجه يعني بصراحه كنت فرحه مش طبيعيه. ممكن يكون بقى التاني بطوله صراحه مع كابتن طارق خيري، الدوري اللي خدناه برضو اللي هو خدناه من بالظبط من سنتين. الناس كلها كانت بتتكلم علينا ان احنا ساعتها كان لسه طارق غنام مش من النادي الاهلي، بيلعب في الجزيره. فالناس كانت برضو بتربط حته ان النادي الاهلي من غير طارق غنام مش هيكسب خالص. هو طارق غنام طبعا هو تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، كابتن كبير طبعا. هو شفته انت شفته بعد كده لعبت معاه؟ كنت انا في المرتبط بتاعه. انا هو كان بيلعب دراجون وانا في المرتبط. بعد كده لعبت معاه بقى، لعبت معاه الحمد لله بتاع 7-8 سنين. فالناس كلها كانت بصلنا السنه يعني السنه دي ان احنا مش هنكسب، فرقه ضعيفه، هتاخد خامس سادس. احنا ما اتكلمناش خالص، احنا اتمرنا وعملنا اللي علينا. حتى كابتن طارق بيقول كده يعني. فلعبنا نهائي كاس مصر فحسينا ان احنا مش بعيد. خسرنا من سبورتنج فريق باسكت، لعبنا دوري مرتبط نفس الكلام برضه، خسرنا فريق 3-4 بونت من الاتحاد. جه بقى ربنا وفقنا في دوري السوبر اللي هي البطوله الاكبر اصلا، لقينا نفسنا كسبناها. فدي بطوله برضه كانت فرحه ان الناس تغير الفكره ان لعيبه الباسكت حتى لو انتوا شايفينهم الفرقه مش قويه. الحمد لله قدرنا نغير المفهوم ده وكسبناها الحمد لله. فدول اكتر بطولتين بصراحه، اكتر بطولتين عندك في تاريخ مودي الجرح. بالظبط. قول لي كابتن مودي، ازاي الفرقه استعدت للتصفيات الافريقيه اللي جايه، بالذات انت بتقول لي انت طب دي واحده بس هنوصل، بس نطلع بس الفاصل لحفل تكريم كابتن حسن حمدي والكلمه الكابتن حسن حمدي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، سيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ محمد شبانة عضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، السادة والسيدات الحضور، الحقيقة يعني أنا بشكر كل واحد جه النهاردة، والحقيقة مش عارف أقول إيه بعد اللي سمعته ده كله، لكن أنا بعتز بالوقوف أمامكم لأنال تكريم مؤسسة الأهرام التي قضيت فيها أكثر من 36 عاما، كانت أجمل وأهم سنوات العمر. أنا سعيد جدا لما قدمه لي الأهرام وما قدمت له، وبكل معاويني والمساندة التي حصلت عليها داخل المؤسسة. يتم تغيير شكل ومفهوم الإعلانات والتسويق الإعلاني في مصر على يد وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. أحيانا لازم أعترف بالفضل لبدايتي داخل الأهرام وقيادات اللي وقفت جنبي تسندني داخل الأهرام، على رأسهم المرحوم أستاذ إبراهيم نافع. بشكر كل الناس اللي تعاونوا معايا علشان نوصل للأهرام لقمة، أو وكالة الأهرام للإعلان لقمة الإعلانات في المنطقة العربية، وبالتالي يوصل بالأهرام لأقوى قوة إعلانية وتحريرية على مستوى الشرق الأوسط ككله على مستوى أفريقيا. يسعدني أيضا بهذه المناسبة أني ابتدى التسويق الرياضي بدايته في وكالة الأهرام للإعلان، وتطور وأصبح مش عارف أعبر إزاي، لكن أصبح إحدى السمات المميزة للتسويق بمفهومه الحديث
والخاص بالرياضة في مصر والرياضة في العالم. كل دوت كان السبب الأساسي بتاعه هو مؤسسة الأهرام اللي إحدى إداراتها وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. الحقيقة مشواري داخل الأهرام مشوار طويل ما يقرب من 37-36 سنة، قابلت فيه أو لقيت فيه كل حاجة حلوة، حب زملائي داخل الأهرام وحبي وتفانيهم معايا للأهرام كأهرام وكمؤسسة، وهو ده سر نجاحنا ونجاح مؤسسة الأهرام إعلانيا على مدار هذه السنة. شكرا، مش عارف أعبر أكثر من ذلك، متشكر على حضوركم جدا وتشرفكم جدا، وانتم شرفتوني النهارده، وانا سعيد ان انا الاقي هذا الكم من الناس والشخصيات مختلفة من جميع الفئات. بشكر مؤسسة الأهرام، بشكر مجلة الأهرام أو الأهرام الرياضي، وبشكركم جميعا على الحضور، شكرا جزيلا. زي ما احنا كنا شايفين على الشاشة دلوقتي، دي كلمة كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من خلال حفل تكريمه من مؤسسة الأهرام اللي قعد فيها 36 سنة، عمر كبير. كابتن حسن حمدي تاريخ كبير كرئيس النادي الأهلي، فعلا حاجة عظيمة، حاجة مشرفة، هي دي كلمته في حفل تكريم مؤسسة الأهرام. هنرجع للكابتن مودي الجرحي. كابتن مودي الجرحي وتكريم كابتن حسن حمدي وكلمة من الكابتن حسن حمدي في خلال من خلال حفل تكريم مؤسسة الأهرام، تقول لي الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبعا ده تاريخ كبير طبعا، يعني مفيش كلام يوصفه صراحة، وراجل قضى حياته كلها جوه النادي الأهلي، كان من أعظم الرؤساء اللي جم في تاريخ النادي الأهلي، فده طبيعي يبقى ليه تكريم في كل حتة صراحة، هو أدى فيها وهو أدى مؤسسة الأهرام كتير صراحة، وأدى النادي الأهلي كتير، فده ده أمر طبيعي طبعا كابتن حسن لازم يتكرم طبعا. طيب كابتن مودي، لو رجعنا شوية وقلنا ان الفرق الموجودة والتواجد في الفرق في البطولة الافريقية، قلت ايه للفريق للعيبة وانت حد مؤثر جدا في الفريق، قلت لهم ايه قبل ما يسافروا؟ والله كابتن خالد، هي زي ما قلت لحضرتك، هي التصفيات المنتخب الخمسة دي احنا عارفين ان هي يعني مش قوية جدا، بس في فرقتين لازم ناخد مفاجآت ممكن بالظبط ممكن. بس انا بقول حاجة، في فرقتين لازم احنا ناخد بالنا منهم، هم مسموحة وفرقة رواندا، خصوصا ان هم بيقول لك اللي هيصعدوا لسه الاكيد اثنين وفي نفس الوقت احتمال ثلاثه. تمام، احنا بنتكلم مع بعض كلاعيبه ان احنا مالناش دعوه ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا رايحين عشان ناخد الاول، على اساس انه مش هندخل نفسنا في اثنين ولا ثلاثه ولا الكلام ده. هو النادي الاهلي طول عمره بيفكر في رقم واحد. انت لو فكرت انت عايز تاخد المركز الاول، مالكش علاقه بقى مين يصعد اثنين ولا ثلاثه، مالناش دعوه. فاحنا لازم ناخد بالنا برده في الماتشات دي عشان محدش ضامن حاجه، برده حاجه عارف البلاد الافريقيه والحكام هناك والحاجات دي بتبقى المواضيع صعبه، بس احنا يعني ان شاء الله باذن الله الفرقه قدها باذن الله. يعني يا رب. احنا عدينا ماتشين ونقصنا لنا كام ماتش في اللي جاي؟ احنا فاضلنا بالظبط ماتشين في المجموعه كمان. كويس، بعد كده هياخدوا اول اربعه، نلعب بقى دور الثمانيه. كويس، بعد كده دور السيمي فاينل والفاينل. يعني الاول نظام دوري وبعد كده ننقل لنظام الكاس. بالظبط كده. احنا اللي لو مشيت مظبوط المفروض نقابل الناحيه الثانيه فيها سموحه ورواندا. هي لو مشيت عادي يبقى في يعني دور الثمانيه هيبقى ماتش سهل، يبقى رابع مجموعه ان شاء الله باذن الله، رابع مجموعه الناحيه الثانيه. هيجي دور الأربعة بقى، هو اللي ممكن يبقى رخم شوية، الكسبان بقى، الكسبان من فرقة سموحة ورواندا ده خلاص هيلعب على الفاينل، احنا هنلعب الخسران منهم. يعني خسران من سموحة ورواندا هنلعبه. كابتن طارق الغنام وتواجده ككابتن فريق جوه النادي الأهلي طبعا قيمة كبيرة، اسم كبير، عالم من أعلام كرة السلة في مصر، قول لي لما رجع مرة تانية قلت له إيه؟ لا طبعا احنا كلنا كفرقة كنا عايزين نرجع صراحة، طارق الغنام ده انا بالنسبه لي هو اعظم لاعب في تاريخنا الاهلي، يعني طبعا هو لعيب كبير وكان نفسنا ينهي حياته جوه النادي الاهلي، ما ينفعش برده طارق غنام ينهي حياته بره النادي الاهلي، دي حقيقه باي طريقه ما ينفعش، يعني هو لازم طارق غنام يجي النادي الاهلي يبطل في بيته ان هو هيكمل بعد كده في النادي الاهلي، هو مش هيبعد عن النادي الاهلي. فاحنا لما رجعنا دي بصراحه كان هو كمان طارق احنا بنحبه كلنا جدا يعني، فكانت حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا، وحتى كلنا كنا بنتكلم معاه في السنه اللي هو في الجزيره دي كلنا بنتكلم على انت هترجع، يعني حتى بنتكلم على الكوتش بنتكلم على الناس كلها، وكنا عارفين انه هيرجع خلاص، يعني الموضوع ما كانش مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا وهو بيلعب مع الجزيره احنا كنا عارفين ان شاء الله والسنه اللي بعديها هيبقى معانا. يعني انت كنت واحد من الناس اللي مصممين ان طارق غنام يرجع؟ اه طبعا لازم. قول لي ليه اسم شهره طارق غنام اعتقد صح؟ كده بلاش؟ لا بلاش بلاش اسمه. طب ودي قول لي بعد كده يعني ان شاء الله في اللي جاي بعد المرحله اللي احنا التصفيات الافريقيه هنخش على مرحله الدوري والمنافسه سبع فرق،
شايفها ازاي السنه دي بعد تغييرات كتير؟ انا شفت من خلال الاخبار اللي بتطلع في محترفين كتير، يعني حصلت انتقالات كثيره بين الانديه دول. بص كابتن خالد، زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، المشكله ان المحترفين دي بتبقى موجوده يبقى اي ماتش جامد ما فيش، يعني ما يبقوا امريكان، فالموضوع ان حاجه في المستوى الامريكان بيبقى طبعًا. حاجه كبيره فمفيش ماتش سهل دلوقتي. الموضوع كله يعني عندك اهلي مع محترف، الزمالك مع محترف، جزيره، اتحاد، سموحه، الجيش جامد، مصر التامين حتى نتائج جامده، سبورتنج جامده، قول لي الفرق دي جايه فلوس منين؟ اشمعنى الباسكت يعني؟ والله حاجه والله غير الطايره غير الهاندبول. يعني الموضوع الدوري جامد جدا السنه دي صراحه، دي حقيقه. يعني اللي هيكسب ده اللي هو لازم يبقى عنده نفس طويل، وفرقته ال 15 زي ما قلت لحضرتك عندنا ماتشات كتير جدا وبطولات كتير جدا ورا بعض، فاللي هو هيبقى ال 15 لعيب بتوعه جاهزين، انا شايف ان هو ده اللي هيكسب. هو برده مش محترف لوحده هيلعب، هو لازم يبقى لعيبه مصريين برده في حالتهم يعني موفقين. فهو دوري صعب بصراحه، بس يعني ان شاء الله احنا موت نفسنا عليه ان شاء الله. لازم نقول للناس ما شافوش لسه المحترف الامريكاني، عارف الجماهير متابعه كل الرياضه المصريه، لكن اخبار المحترف الامريكاني بتاعنا كوينتن، بص اخبار ايه في وسط الفرقه؟ ما انا هقول حاجه بصراحه، هو لسه داخل معانا قريب كويس، مش سهل ان انت محترف دي، يعني هو لازم هو بيلعب اكتر تريات على الحلقه، هو اللي بياخد الكوره اكتر، بيبقى هو برضو الناس بص عليه، الناس تيجي تتفرج على التمرين عشان عايزه تبص المحترف كويس ولا وحش، فهو بيلعب تحت الضغوطات برضو، الناس متخيله انها سهله، لاي حاجه صعبه جدا. هو ابتدى يخش واحده واحده دلوقتي مع الفرقه صراحه، يعني وكمان برضو اللي مش يعني اللي مش مدينا برضو اللي احنا نحكم عليه فرصه نحكم عليه قوي، ان الماتشات لسه ما دخلتش، مش جامده لسه. الماتشات لسه في الحاجات العاديه، شايف ان دي في مصلحته، الماتشات التدريجيه دي في مصلحته يخش جوه الفريق. بس احنا بقى احنا عايزين نخلي واحده واحده عشان نبقى في الاخر برضو احنا عايزينه في الماتشات الجامده يبقى موجود. فممكن تكون اول اختبار هيبقى ليه اللي هو في سموحه هناك او رواندا، بعد كده احنا هنرجع ان شاء الله يبقى عندنا جزيره. فانا شايفه لعيب كويس وصراحه، وهو مش مع الفرقه، يعني مش شرط ان احنا نجيب لعيب يدي له الكره يلعب هو. طبعًا. احنا سيستمنا مش هينفع كده معاه، مش هينفع. انتوا لعبه جماعيه، لعبه جماعيه، وكمان فرقه الاهلي فيها لعيبه كمان كتير نجوم، فمش هينفع انت بتدي كره للمحترف وهو الوحيد اللي يلعب، هو اللي يرميها على الباسكت دي ثلاثه بوت ما ينفعش. فهو ماشي مع اسلوبنا يعني. فانا متوقع ان شاء الله في الماتشات الجامده هو هيبقى كويس جدا فيها ان شاء الله. لكن انت شايف ان هو قدر يتداخل جوه بدا طبعا جوه فرقه الاهلي؟ بدا طبعا. كابتن مودي قول لنا كده، دايما في سؤال بيروض دايما النجوم، يعني كان مين مسك الاعلى في كره السله؟ مسك الاعلى في احمد ولا ايه؟ انا وانا صغير على فكره انا كنت اسال يعني احمد الجارحي، هو اخويا طبعا، انا والله مش بقول كده عشان اخويا. هو كان لعيب جامد جدا 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 جدا، يعني ممكن كان احسن مني صراحه برضه. نصيب بالظبط، هو حظه ان هو طلع على كابتن طارق خيري، كان برضه في عز فورمته، وكان لعيب كبير جدا. صح، وكان كابتن اسلام علي برضه نفس الكلام، كان لعيب كبير جدا برضه في مدربينك دلوقتي. بالظبط كده، تمام. فهو ساعتها يعني انا بقول لك احمد ده لو كان كمل والله كان هيكسر الدنيا. انا كنت على طول ببص عليه بصراحه يعني. بس هو طبعا ربنا ما وفقوش في حته اللعب، بس ربنا طبعا اداله في حته التدريب الحمد لله، يعني ما شاء الله بيقول عليه اشعار. بالظبط، يعني بيقول لك ايه ده المدير الفني القادم للنادي الاهلي. مظبوط كده؟ لا هو مش عشان اخويا والله. طب مودي سؤال مهم جدا، احمد الجارحي بيقول لك ايه بعد الماتشات؟ بينبهك يقول لك لا عملت دي كويسه دي وحشه، يعني بيقعد ياخد يدي معاك في الباسكت، ولا الكلام ده كلام مقفول؟ انا عايز اقول لحضرتك ان يعني حضرتك عارف السنه دي المفروض احمد الجارحي المفروض مع كابتن طارق ضمه للجهاز معانا السنه دي. مظبوط، ممكن يكون اكتر واحد، مش هقول لك بخناقات بس كلام كتير مع بعض انا وهو. انت فرق قد ايه؟ كام سنه؟ وهو اكبر مني 5 سنين. حلو قوي. فهو بيتعامل معايا ايه بقى؟ هو عايزني على طول ابقى كويس في التمرين، يبقى على طول داس، يعني لو في مشكله يجي عليا انا برضه. والله من حضرتك بصراحه. فهو احمد في الشغل كمان بالذات، ولا فيها اخويا ولا مش اخويا، لا يعني في القعده الجانبيه، لو قعدتوا في البيت، لو قعدتوا في النادي مع بعض، لو قعدتوا في اي مكان تاني، يعني قعدتوا مع بعضيكم انتوا الاثنين، ده انا بيقعد المواجهه بتكون شكلها ازاي؟ لما بوحش بيقعد يقول لي، يعني هو احمد ما عندوش حته ان هو ايه يقعد يقول مثلا انت على طول كويس، لا اما بوحش بيقول انت عملت كذا وكذا 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 غلط، انت محتاج تتمرن، انت محتاج تعمل كذا، محتاج تنزل شوط، يعني بيواجهني، ما عندوش حته ان ما عندوش حته ان هو يقول لك لا يعني ما يجيش عليا لا عشان نفسيا. هو بيواجهني عشان عارف ان انا شخصيتي بغل جوه نفسي، يعني ما هو بيقول لي حاجه زي دي لو انا عندي نقص في حته معينه بحاول قد ما اقدر اعملها يعني. قول لي كده، في كل الفرق دايما بيكون في 2 3 هم مش هقول لك بيبوظوا الفرقه، اللي هم بيعملوا جو مختلف عن جو المنافسه والجو، عندكم مين فرقه جامده؟ والله عندنا كذا واحد اصلي، يعني مثلا في محمد العدلي، مؤمن ابو العينين، دول من اكتر الاثنين عندهم مواهب خارجيه غير الرياضه؟ اللي هم بيهزروا كتير، هم على طول يعني هم الوحيدين بيفك الدنيا كده، ما الدنيا تبقى يعني فيها تنشنه كده، هم من اكتر الاثنين صراحه من في الفرقه يعني اكتر الاثنين. طب قول لي، عدينا كل حاجه وقلنا كل الكلام ده، انت هتجدد امتى؟ تجديدك
ما هو انا مجدد عقدي السنه دي. السنه اللي فاتت ها. اربع سنين. انا عايز اقول حاجه كمان، انا ما بمضيش سنه ولا اتنين جوه النادي، يعني انا على طول بمضي بالاربعه، اللي هو انا مش هروح حته. وعايز اقول حاجه معلومه، انا ما فيش فرقه بتتفاوض معايا او بتتكلم معايا غير عشان عارفين ان انت مهما اتكلمت ومهما قلت هو قاعد في الاهلي، فمش هنقعد نضيع وقت. انت قاعد بالظبط. لا خليك بقى قاعد معايا كده عشان نطلع بس تنزانيا ونقول مساء الخير يا كابتن طارق. معانا تليفون من تنزانيا مهم. كابتن طارق خيري، الف مبروك على الماتشين. الله يبارك لك كابتن. اخبارنا ايه كده؟ ادينا رساله سريعه من تنزانيا وتقول لنا ايه وطمنا على احوال البعثه. من اول ما جينا ولا عندكم تفاصيل؟ لا عندنا تفاصيل طبعا. في مشكله حصلت في الاقامه معاك، بس قدر كنادي اهلي استاذ محمد سراج عضو مجلس اداره قدر يتواصل ويحلها حل جذري. قول لنا بس سريعا طبعا ايه اللي حصل. احنا وصلنا هنا ما فيش حد اصلا كان قابلنا هنا غير استاذ سفاره. دي اول مشكله قابلتنا هنا، ان ما كانش في حد تقابلنا من اللجنه المنظمه. نعم، محدش استقبلك من اللجنه المنظمه. الو اي طارق، محدش استقبلك من اللجنه المنظمه تنزاني واللجنه. اللي قابلونا ناس من احنا هنا. تمام، هم اللي قدروا يجيبوا لنا باص، لان رحنا الفندق كان سيء جدا. يعني حاجه مشينا سبناهم من غير ما نرجع لحد، حتى ما قابلناش حد لحد الساعه 6 7 بالليل. مش لاقيين حد نتعامل معاه هنا. خدنا تعبت طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا قال شوف بتعملوا ايه، على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. تمام. نقلنا فندق ثاني، وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بصراحه. كويس. فندق سوبر ستار، احنا عندنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. هايل. كابتن طوق والدكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه. تمام. كابتن طارق قول لنا الماتشات، احنا عندنا ماتشين، كسبنا ماتشين اثيوبيا وتنزانيا، عندنا مين في اللي جاي؟ عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30. نادي من كينيا بفرقه كويسه يعني دول متوسطه. تعبت طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا قال شوف بتعملوا ايه، على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. هايل. نقلنا فندق ثاني، وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بصراحه. فندق سوبر ستار، احنا عندنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. كابتن طوق والدكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه يعني. طيب احنا بقول لحضرتك احنا عدينا ماتشين، عملنا ماتشين تنزانيا اثيوبيا، وعندنا ايه اللي جاي؟ بكره كينيا، بعد كينيا هنلعب مين يا كابتن؟ عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30. مظبوط. نادي من كينيا بفرقه كويسه يعني دول متوسطه. تعبت طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا قال شوف بتعملوا ايه، على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. نقلنا فندق ثاني، وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بصراحه. فندق سوبر ستار، احنا عندنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. كابتن طوق والدكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه. هو التواصل مع كابتن طارق اعتقد فيه مشكله في الصوت. اعتقد كابتن طارق انت معايا؟ في مشكله في الصوت اعتقد مع كابتن طارق، لان انا كل ما اساله سؤال. عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30. نادي من كينيا بفرقه كويسه يعني دول متوسطه. تعبت طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل لا كده الصوت بيتعيد صح؟ مجلس الاداره. لا في حاجه. نقلنا فندق ثاني، وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بصراحه. كابتن طارق انت كابتن طارق سوبر ستار، احنا قعدنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. كابتن طوق والدكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه.
كابتن طارق انت من تنزانيا، بنشكرك شكرا جزيلا. في مشكله في الصوت اعتقد ان الصوت اتعاد 4 مرات، انا عمال اسال سؤال الصوت اتعاد تاني مظبوط كده، فاعتقد في مشكله في الصوت، هنتواصل مع كابتن طارق. لكن كان في مشكله فعلا في الاقامه وقدر الدكتور محمد سراج يحلها. كان في حضرتك تواصلت معاهم في المشكله دي؟ هم وصلوا بيقول لك الاوتيل كان وحش جدا، ما ينفعش صعب قوي، فحاول يروح على كذا واحد كانوا محجوزين وبرده ما كانوش كويسين يعني. طبيعه النادي الاهلي ان هو على طول بالظبط، هم بالتليفونات صراحه الموضوع خلص في ثانيه يعني. بس هو برضو البلاد الافريقيه دي التنظيم فيها بيبقى مش كويس يعني، بالذات خصوصا البلاد الافريقيه اللي هي مش قويه في الباسكت، وهم مش فارق معاهم انت تقعد في حته كويسه ولا مش حته كويسه، هو مش فارق لهم يعني. يعني عكس ما بيحصل عندنا هنا، ما بتوع افريقيا بتاعتنا من قاعده الناس في احسن حته. لا مصر بالظبط، النادي الاهلي بينظم في 5 ستار بالظبط كده، هو يعني اعتقد البطوله الاخيره بتاعتكم بالظبط حاجه كده هناك. عادي تقعد في اي حته مش فارقه يعني، الموضوع مش فارقه حاجه خالص. كابتن مودي الوقت بيجري بسرعه، بس لسه هنتكلم كلام كتير، لسه قاعدين لغايه ما قلنا خلصوا هنخلص. طب قول لي وتر اكيد بس المشكله اللي عندك وجلسات بتعملها. كابتن مودي جرحي، مش انا عارف انت مش عايز تعمل عمليه عشان الوقت بتاع النادي الاهلي بالظبط، لكن احنا محتاجين نعمل ده، نقدر نعمله امتى؟ في وقت فاضي، وقت مريح فيه؟ انا والله كنت خالد انا واخد قرار ان السنه دي ان شاء الله باذن الله هكملها باذن الله واعملها اول ما السيزون يخلص. السيزون يخلص تمام، يعني هيخلص النهارده حل على طول، على طول اعملها عشان هي هتاخد 5 6 شهور صراحه. فلو عملتها ممكن تكون دي ان شاء الله باذن الله ارجع على بدايه السيزون اللي بعده تمام، لو قدرت اكمل برضه صراحه. ما انا برضه الوجع الناس مش حاسه ان انا بكون موجوع وجع مش طبيعي، انا ممكن اكون نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت لعبت وانا كنت بعرج اصلا في التسخين مش قادر احط رجلي على الارض، شفتك بس اخدت المسكنات، باخد اقوى المسكنات اللي ممكن اي حد ياخدها وبنزل بحاول اربطها. كابتن مودي ولا ايه اللي بيحصل؟ بقعد اسخنها بربطها وبقعد اخد مسكنات وحقن على قد ما بقدر، فيا رب بس اقدر اكملها السنه دي. ان انا بحس برضه زي ما قلت لحضرتك انا مش قادر ان احس لو هفيد الفرقه حتى لو 10%، خصوصا ربنا كرمني يعني في 3 سنين دول انا عملت الحمد لله 3 مواسم كويسين جدا. هايل بصراحه. لا حاسس ان ربنا 13 موسم فانا انا بتكلم على دول بالذات في كل حاجه، بتكلم على الاصابات تمام، فحاسس ان شاء الله يعني يا رب السنه كمان يعني تقدر نكمل على كده وبعد كده اعملها على طول يعني، واخد قرار السنه دي اخيرا ان شاء الله. كابتن مودي لو رجعنا لورا شويه ومذاكره التاريخ بتاعتك والاحتراف، ما جالكش فرصه احتراف بره مصر او ما فكرتش في كده؟ لا بص انا كلام حاجه واقعيه صراحه، هو لعيب الباسكت صعب الموضوع يبقى محترف غير اللعيبه الطوال. يعني مثلا طارق غنام مثلا جاله كتير كويس، اللعيبه الطوال دي هي عشان تبقى حاجه نادره فما يجي لهم. انت كلعيب قصير الامريكان مترميين في كل حته يعني تمام. في مش هيجيب لعيب مصري ليه؟ هو ممكن يجيب لعيب امريكاني وهيبقى بسعره قليل مش هيكلفه حاجه، فموضوع الاحتراف ده عندنا كلعيبه بالميكرات او كترات بيبقى صعب جدا. هو البيفوتات بس يعني طارق غنام جاله كتير جدا تمام، بس هو طبعا ايه هو حابب يقعد في مصر يعني. بس مودي الجرح لو كان جاله عقد احتراف كان هيسافر؟ بصراحه لا برضه مش اشك. انا عايز اعرف. أنا مستحيل مستحيل طبعا. ليه؟ لا لا انا علاقتي بالنادي الاهلي يعني ممكن يكون الناس فاكراني مثلا باوفر في الكلام، بس الموضوع بالنسبه لي مختلف خالص يعني، انا مشجع كوره قبل ما باي حاجه، فالموضوع مختلف خالص معايا يعني. لسه هتروح ماتشات الكوره غدا دلوقتي؟ طبعا انا هروح بكره ان شاء الله. فالموضوع بالنسبه لي موضوع محسوم يعني، انا عايز اقول حاجه ما حدش يعرفها برضه، ممكن يكون من 6 7 سنين او اكتر كمان. كويس. نادي الزمالك كلموني في مره وبقول لك والله العظيم والله العظيم كنت خالد كان الموضوع لو حد مكاني انت مش فاهم الموضوع عامل ازاي، هيقول لك انت مش طبيعي اللي انت رحت. بس انا الموضوع بالنسبه لي انت التيشيرت الاحمر هو اهم حاجه عندك، منتهي يعني منتهي عمري مهما عرض عليك اي نادي خلص في مصر خلص. ارقام فلوس خالص مش هتمشي من النادي الاهلي مهما حصل، هتقعد اول ما يقول حاجه انا ببني من 4 سنين يعني انا ما بمضيش مثلا في ناس بتقول لي. عايز اعرف حاجه، لما رحت مضيت قلت لي مضيت 4 سنين عملت ايه بالظبط؟ احكي للناس الجمهور عملت ايه يعني، وقت على امضي الوضع كان شكله ازاي؟ انا كان في ناس مجلس اداره بيتكلم معايا في الامضه بيتكلموا معاك، فاكرك انت في مشاكل وكده. يعني في طبيب اي واحد هيجي يمضي فبنتكلم معاه في حياة في امور يعني. فهم بيتكلموا مثلا عايز تمضي 2 سنين ولا عايز تمضي 3، انا اللي كنت مصمم ان انا همضي 4. انا مش عايز ادخل نفسي في حته 2 سنين في حد بقى يكلمني تاني من مره. اول لعيب في النادي الاهلي يقول لهم انا عايز امضي 4 في مصر، يقول لهم انا عايز امضي 4. اصل انا ان شاء الله هبطل جوه الاهلي، فانا بالنسبه لي الموضوع ربنا يديك الصحه بصراحه بالنسبه لي مش اوبشن ان انا ممكن امشي. فعكس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان النادي الاهلي والكلام ده حاجه ممكن اول مره تسمعه يعني، لو النادي الاهلي تعاقد مثلا مع 40 لعيب في تاريخه في الباسكت ممكن يكون مثلا 30 لعيب انا لما اضيهم انا واحمد الجرح، انا لما اضيهم على بياض والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده والله يعني، انا لما اضيهم بجد انت اللي انت اللي انت اللي انا اللي بتكلمهم وبتكلم انا انت بتكلم من قلبك ودايما عارف ما بقولك حتى في الفلوس ممكن انا بتفاوض معاهم على الفلوس. انا شخصيا على المستوى الشخصي بحب لعبك جدا، بحس ان انت فعلا غيور بطريقه
انا كنت كده في الملعب، لكن انا شفت فيك حاجات بصراحه مود يعني، لا حاجات جميله جوه النادي الاهلي، غيور على التيشيرت الاحمر. لا انا والله حتى انا الحته اللي هي مثلا لعيبه في مركزي انا اللي بكلمه، حتى يعني اللي في مركزي ممكن يكون في ناس تقول لك ما اجيبش لعيب في مركزك. انا مهندس صباغه لما جه الاهلي كنت انا اول واحد كلمته، لازم تيجي الاهلي ولا لازم تبقى موجود ما يفرقش معاك مين يلعب. لا المهم فرقتنا تبقى الاهلي يكسب. اه طبعا يعني فرقتنا تبقى جامده ونكسب ونعمل اقوى فرقه في مصر، هي ده بالنسبه لي اهم حاجه يعني. عشان كده المدربين في ثقه على طول بينهم يعني، سواء كابتن طارق او كابتن اشرف توفيق او كابتن سامي مصطفى، يعني بيقولوا لي خد العقود وانت اتعامل. هم عايز مثلا عايز 1 2 3 4 يديني عقود، انا بقى بكلم ده مثلا اتعامل معاه قبله في حته. في لعيبه مضت عندي في البيت على بياض والله برضو. كتير والله اقسم بالله كتير. بص انا متاكد وواثق كابتن مودي غير كره القدم بتلف في الملاعب الثانيه، بتروح ملعب الهاندبول بتشجعهم برضو؟ اه طبعا. لا هاندبول النادي. لا هاندبول هو من دي حقيقه. بتحب الهاندبول اكتر ولا الطايره؟ بصراحه هاندبول. ده عشان خاطري ولا عشان لا والله العظيم خالص. اصل الهاندبول تحس يعني مبدا ان في جون وفي حاجات دي بقى كوره. يحس اه بالظبط، تحسها ممتعه اكتر بتاعك. يعني يعني الفولي برضو حلو صراحه بس مبدا الجون والحاجات دي الكوره. مين اصحابك في الهاندبول مش انا عارف ان كل الناس في ناس متربيين معايا جدا يعني. انا مثلا في الفولي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام دول متربيين معايا. هو قفك احمد صلاح لسه ماضي امبارح. قولي لما مشي من النادي كنت بتتعامل معاه ازاي؟ اصل هو احترف، فهو كان جات له فتره ما كانش بشوف خالص. قلت له يا مودي ما تحترفش. ما انا ما كنتش اعرف صح، ما هو انا ساعتها ما كنتش اعرف. انا شفته في الجيش لما جه الجيش. ممكن كنت اتكلمت معاه بقى ما كان في الجيش، وكان هو كان هيرجع الاهلي. هو كان قايل هيرجع الاهلي، بس هو كان وجهه نظر ساعتها بصراحه. وكان ساعتها برضه عامل بطوله عالم واخد احسن ظريف في العالم. فكانت هو ممكن اكيد كان عايز يجرب يعني يجرب الاحتراف. بس كان المهم ان هو برضه رجع يعني ينهي حياته جوه النادي الاهلي يعني. دي حاجه مهمه بالنسبه لك. طبعا. الهاندبول مين اصحابك؟ انا اسلام حسن محمد ابراهيم. اسلام لسه مجدد برضه. اربعه برضه كله انت اللي مودي. انا قعدت اتكلم معاك من هنا لغايه بكره مش بجد والله مش هنخلص، لكن فعلا مبسوط وسعيد جدا جدا انت معايا. اول مره تطلع على قناه الاهلي، اول مره تطلع على برنامج تلفزيوني زي ما انت قلت لي، حاجه سعيد جدا جدا بيها. نجم كبير، نجم اثرى ملاعب بلعبه وباخلاقه وبحبه للنادي. عايز اقول كلمات اخيره لبعض الناس، تقولي لفرقتك في السيزون الجديد. لا فرقتنا ان شاء الله باذن الله احنا لازم نموت نفسنا ولازم ناخد البطوله بطوله يعني. ما نقولش مثلا دي خلق يعني نضحي بدي عشان دي، لا هي لازم. النادي الاهلي معروف احنا داخلين في بطوله الافريقيه، بطوله الدوري مرتبط، بطوله الدوري السوبر وكاس مصر. على قد ما نقدر ان شاء الله نحاول نكسب الاربع بطولات. المنافسه صعبه طبعا، انا بقول المنافسه صعبه، بس على قد ما نقدر نحاول نكسب اكتر بطولات من الاربعه دول. فهنركز ان شاء الله باذن الله، واول ما يرجعوا كده هنقفل على نفسنا عشان هنخش على الجد باذن الله. باذن الله. تقول ايه مجلس اداره النادي الاهلي؟ بصراحه ما متاخروش عندنا في اي حاجه صراحه، في صفقات جابوا لنا كل حاجه احنا عايزينها، اي حاجه بنطلبها بيجيبوها لنا، محترف بيجيبوها لنا. احنا بس كل طلبه منهم بصراحه السنه دي يقفوا ورانا في الماتشات والحاجات دي، عشان المنافسه كتيره والزمالك والاتحاد رجعوا المنافسه. ف انا بقول لحضرتك فلازم يبقى مجلس اداره الاهلي ورانا، عشان اما بيبقى منافسه بين الاهلي والزمالك والاتحاد الموضوع بيبقى مهم جدا، يبقى مركزين في كل يعني مجلس اداره ورانا فيها. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي قبل بس ما اقول كلمه لجمهور الاهلي. طبعا عايز اشكر بس بابايا طبعا، ان بابايا ده هو صاحب الفضل عليا في كل حاجه صراحه. من ساعه ما لعبت وانا في الميني، هو ومامتي الله يرحمها برضه يعني رحمه الله عليها، لازم اقول لهم الكلمه دي، ان هم انا وصلت له ده بفضلهم صراحه. ربنا يكرمك. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا هم ده الكلمه ده الحب كله زي ما بيقولوا. هم مش يعني هم عارفين هم عندي ايه بصراحه والله يعني. هم انا حياتي كلها هم جمهور النادي الاهلي، اقسم بالله ما في بطوله او اي حاجه بلعبها غير ما كل هدفي اني اشوفهم فرحان، ولا حاجه ماديه ولا نفسنا مثلا نبقى حاجه مثلا عشان نكسب مكافاه والله خالص. انا هم فرحانين كده وهم مبسوطين، عشان بطوله الباسكت بالذات عندهم بتبقى غاليه. فانا بقول لهم ان شاء الله انا وعدكم ان احنا هنموت نفسنا ومش هنقصر، بس لازم تفهموا ان بطوله الباسكت عامه المنافسه صعبه فيها. فيعني ان شاء الله باذن الله احنا هنموت نفسنا وهنفرحكم يعني ان شاء الله على قد ما نقدر باذن الله. نورتنا وشرفتنا حبيبي يا كابتن خير، ربنا يخليك. ميرسي يا كابتن مودي جدا، سعيد باللقاء، وكان لقاء ممتع مع كابتن مودي الجرحي احد نجوم كره السله في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي. دايما في الاهلي الليله وفي الالعاب الاخرى بنجيب نجوم النادي عشان نعرفهم مع الجماهير ونشوف كل الداخليات ليهم. استنوا دايما اسره الاهلي الليله من الساعه 7 للساعه 10 طوال الاسبوع، من السبت الخميس من الساعه 7 للساعه 10. شكرا والى اللقاء.